هلا ومرحبا، شلونكم؟ إن شاء الله يا رب تكونون بخير. اليوم راح نحكي على البطاقة التموينية. البطاقة التموينية هو قوة الشعب، قوة الشعب، وانتو تدرون بي أنا بنحكي الموضوع لا ويا هذا ولا ويا ذاك. أنا حيادي بالنص، ما لي علاقة لا ويا هذا ولا ويا ذاك، يعني هذا بس. احنا شنو نريد نقول؟ بس لحظة، كمية مو زينة، كمية مو زينة، وما أعتقد هسا أكون مواطن قاعد يعارضني الرأي. الكمية قليلة، قليلة كلش قليلة، ما معقول هالشكل، موادها ما كاملة. ليش هالشكل يا عيني؟ ليش هالشكل؟ تتعاجزون يعني تطون تجيبون للمواطن يعني كل الكمية كاملة؟ ما يصير هالشكل، ما يصير. لا ونا فوقها شنو؟ موادها مو زينة، مو زينة. ليش هالشكل؟ ليش يا هذا الدازينة يتسوق للشعب؟ بس أريد أشوف هذا الدازينة يتسوق للشعب ياهو. يعني ماكو هسه اقل بيت، مثلا اصغر بيت، اذا ابنهم يروح يتسوق بمسواق مو زين، الامه يتلزمه تقول له اخوي رجع هذا المسواق مره ثانيه لابو المخضر. زياد افتهم هذا اللي يتسوق للشعب، ماكو امه يتلزمه تقول له رجع الكميه هاي، جيب لنا كميه زينه لهالناس الفقراء الضاله بالشوارع. عمي والله والله تتحاسبون على هذا الكلام. لا النوب مو كامله هسه، اوكي يا بقبلنا بيها موادها مو زينه، وقبلنا بيها قليله، وقبلنا مع يا هاي كلها عبرنا النوب مو كل. ايش اقول لكم؟ مو كامله؟ يعني تجيبون الشاي بس ما جايبين الشكر؟ لا عاد من انطيتونا الشاي؟ لا لا والله جديات، من انطيتونا الشاي يكون ماكو شكر. النوب شنو؟ نتجبر لنا نشرب الشاي مر يجي الشكر، شاي من جبتوا الشكر؟ ما جبتوا شكر، الشاي ماكو، الشاي ماكو. لا لا هذا حكي ما ينسك، لا والنوب تتاخر تتاخر. تستلم الكميه ما تعرف هاي مال هذا الشهر مال ذاك الشهر ما. حتى الجماعه ظلوا يسوون، يقول لك المواطن هنسه هنسه ما ظل يعرف، ظل يحوس مولهم في الشهر شهرين من المواطن، والمواطن كله لا يدري شو لها علاقه يعني. فانا اقول عيب عليكم، هذا قوت الشعب، لا تلعبون بقوت الشعب، ترى الله فوقكم، الله فوق. بس لحظه عيني، هو الواحد يحكي ضميره لو يحكي هيك؟ نحكي هيك لو نحكي هيك؟ انتوا بس قلوا احنا نحكي هيك غير. انا اريد احكي حكي يمكن هسه المواطنين قاعدين ببيوتهم يمكن يزعلون من عندي، بس انا غير. انا اللي بقلبي على لساني قلت لكم اياه، اللي بقلبي على لساني واللي بجيبي هم على لساني اقول لكم اياه. عمي الكميه زينه، مالت الله غير، الكميه زينه مو قليله، مو قليله ابدا، الكميه جاي تجي مو قليله. وفوقها يقول لك والله موادها لا موادها زينه، المواد زينة، بس حضراتكم بالبيوت ما تعرفون تطبخون، تذبون الصوت وراس الحكومة. هاي يومه ويا ابو هسه، لا تخلونا نحكي، لا تخلونا نحكي كل الحكي. انتم ما تعرفون تطبخون هسه هذه. لا والنوف فوقها شو يقلك؟ يقلك والله مو كاملة. لا عيني ام البيت، ماكو شيء اسمه مو كاملة الكمية، كمية كاملة. رجلك اللي يتعاجز ياخذ الكمية كلها، يروح يحط ايده بيد التمن ويشكر ويرجع. الوكيل يقول عمي تعال هذا الصابون هذا العدل كذا سامع، ويجي اسمها كاملة. وإذا اشترى هذا السبب لا يضحك عليه ويقول لي الحكومة ما موزعاه، وإذا اشترى الحكومة موزعه مكمل كل شيء، بس يعني هذا رجال هذا يرجع للبيت. هاي شغلة، والشغلة الثانية هم يقول لك والله تتأخر. لا عمي الكمية ما تتأخر، تجي بموعدها بالضبط، بالضبط تجي بموعدها. بس قولوا لهذا الوكيل النايم للظهاري نايم ما يقعد ويفتح المحل مالته ويوزع لهالناس الفقراء. إي لا احنا ما نقدر نحكي كل شيء، أو لا والله نقدر نحكي كل شيء. عمي الصوت بيكم، الكمية زينة، موادها زينة، ومرتبة، وهذا زينة، وتجي كلها كل شيء ما بيه. بس صوش بيكم انتو عمي، صوش بيكم انتو. إيه ليش البعير لو يشوف حدبته كان انكسرت رقبته؟ بس انتو شنو؟ انتو ما تشوفون العيب بيكم، تبونه كله على على هالمسيكين الحكومة. هاي هم هاي ابوه. يمكن راح ارجع يمكن اذم الكمية، بس انتظروني شوي الله. هلا هاي الحجية تقول بلكة تجيب الكمية، حجية وين الكمية؟ تتأخر حجية ومواد عفوا. نراكم إن شاء الله بعد ما نستلم الكمية، يعني احتمال ما نشوفكم أصلاً.